بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل دروس الأورانج داتا مايننج مع الذكاء الاصطناعي ومع علم البيانات والإحصاء وتحليل البيانات وكل المواضيع اللي احنا نحكي فيهم، لأنه الأورانج داتا مايننج تشمل كل هاي المواضيع وأكثر. فاليوم درس مشوق جدا اللي هو تايم سيريز يوزنج أريما، اللي هي السلاسل الزمنية، السلاسل الزمنية باستخدام أليمة. طب أول شيء خلينا نفهم شو معنى السلسلة الزمنية. السلسلة الزمنية هي عبارة عن نقاط من المعلومات التي تم جمعها بترتيب زمني محدد. يعني مثال، لاحظوا هاي الداتا الموجودة عندي هنا، عندي الديت اللي هو مثلا 1/1/92، كانت اليونتس 15504 مبيعات. في 2/1 كانت المبيعات 14730، وهكذا. فعندي تسلسل زمني معين وعندي هون مبيعات. السؤال، يا ترى بقدر اني اتنبأ بتسلسل زمني لاحق؟ يعني بمعنى اذا اخذت من مثلا من 2000 لل 2020 بقدر اتنبأ مثلا بسنة ال 21 و 22 و 23؟ الجواب نعم، وهذا هو موضوع السلاسل الزمنية. هذا هو موضوع السلاسل الزمنية. اهم شيء تكون انتم تحطوا هون طبعا الديت، ممكن يكون ديت يعني year أو year ومonth، day year ومonth، أو كمان حتى time مع الديت، time مع الديت، وممكن ترسموها عشان تشوفوا إيش يعني وين منتج هذا التسلسل الزمني بالقيم هاي، وين منتج. هاي بعض الأمثلة كمان على مثلا هون temperature، هون الديت. لاحظوا لما هاي كل القيم وهي الجراف تبعها هاي. فهون مثلا بقدر إني أتنبأ بالتمبريتشر اللي درجة الحرارة اللاحقة بعدين؟ الجواب نعم. هاي هون بعض الأمثلة كمان على السلاسل الزمنية زي ما أنتم شايفين. طيب بالسلاسل الزمنية في أورانج راح نتكلم على تو مودلز. المودل الأول اللي هو أريما، اللي اليوم راح نتكلم عليه ونعطي أمثلة، وراح نتكلم اليوم على الفار بس من ناحية مودل، وراح نعطي بالدرس القادم على الفار مثال أو مثالين بشكل تفصيلي. طيب شو الأريما موديل؟ الأريما موديل بكل سهولة هو الأوتو ريجريسيف انتجريتد موفينج افريج، بسموه الأريما. هو أنا عرفته بالعربي اللي هو نموذج الانحدار الذاتي متوسط التحرك. يعني أرجو أن أكون يعني أصبت في ترجمته. sometimes لما تترجموا أنتم بتلاقوا يعني الترجمة يعني غير مفهومة كثير، لأنه مش متعودين للأسف على اللغة العربية، مع أن اللغة العربية ثرية جدا وتعتبر هي يعني أثرى لغة بالعالم كله. لكن نرجع لموضوعنا الأريمة. طيب الأريمة إذن هو نموذج الانحراف الذاتي متوسط التحرك. في ميزة محددة ومعروفة جدا وسهلة هاي الأريمة، اللي هو إنه بيكون عندي univariant time series، يعني وحيد المتغير، إنه عندي متغير واحد مع التايم، وهذا المتغير اللي أنا يعني بقدر إني أعمل له analysis وبعدين بعمل له prediction. فيجب أن تكون البيانات المقدمة كمدخل تسلسل أحادي متغير، وهذا بسموه unidirectional model، يعني بيعتمد على الباست القيم السابقة الماضية أو على التغيرات في القيم الماضية itself. هذا هو الأريمة. الفار مختلف، الفار vector auto regression، هذا بمتجهات الانحدار التلقائي، وهذا بيشتغل على إيش اسمه multivariant. المultivariant يعني متعدد المتغيرات، عندي أكثر من متغير بيس على هالمتغيرات الكثيره او اكثر من متغير. ممكن انت تعمل انسبكشن لفوركاست، تنبؤ والتوقع لشيء مستقبلي. هذا بعتبر بسمه الباي دايركشنال موديل، اللي هو ممكن انه يكون يتاثر بالباست فاليوز او بالفاريبلز فاريانس، بالفاريبلز او الفيتشرز الموجودين اللي مع الفار. طبعا هذا كله نظري، بديش أخوض كثير بالتفاصيل. اللي حاب يرجع للأريمة والفار في كثير أرتكز بالنت على الموضوع هذا. خلنا أعطيكم مثال سهل جدا جدا بالأورنج دات مايننج وكيف هذا ممكن تطبقه. طيب بيفور أني أعطي مثال، خليني أشرح لكم داتا ست اللي مشتغل عليها. داتا ست اللي مشتغل عليها اسمها employment، اللي هو يا ترى بقدر أني أعمل forecast للemployment، اللي هو توظيف مثلا في ريت معين للتوظيف، مثلا بكون من 100، خلينا نفترض مثلا من 100 بكون رقم معين، ممكن يكون 50، ممكن 90% per year.
فالامبلويمنت مثلا انا حطيت قيم معينه، ففيها اليير اللي هو السنه وفيها الامبلويمنت ريت. فهنا بالسنه 1980 كان الامبلويمنت ريت 50%، بال 81 صار 81، بال 51، بال 82 صار 54. فلاحظوا هي الديت الموجوده عندي هون. فالسؤال بقدر بيس على هذا الموضوع، انا عندي ل 2021 لسنة 2020. فالسؤال اللي بنطرحه، بقدر اني اتنبأ بسنة 21 شو بصير بالامبلويمنت ريت او 22 و 23 و 24؟ الجواب نعم. خلينا نطبقه مباشرة ونشوفوا الموضوع قد ما هو سهل. نيجي هون على الاورنج داتا مايننج، ولازم نكون احنا عاملين انستولينج للتايم سيريز. تايم سيريز اللي موجودة بالادز اون اسمها تكست، اسمها تكستون. تعملوا اوكي، تعملوا لما يعمل انستليشن تعملوا ريستارت، بيطلع معك التايم سيريز. طيب اول ويجت بدي استخدم الفايل، الفايل عشان انا اجيب الداتا ست تبعتي. فالفايل بدي استعمل الامبلويمنت، بدي اعمل براوز، هي الامبلويمنت انا موجود عندي، او بعمل براوز من هون وبجيبها وين اللوكيشن تبعها بحط هون عندي. اسالير عملت انا ديت اند تايم، ديت اند تايم، والير هي ميتا ديتا، ميتا ديتا مش فيتشر، هي ميتا لا تتاثر، يعني ما بتغير السنوات، ما بتتاثر الفاليوز بالسنوات كسنوات، يعني هي بس ميتا ديتا عشان يسوي التسلسل الزمني. والامبلويمنت ريت اللي هو تبعي اللي هو النيوميريك اللي هو التارجت تبعي، فبيكون عندي ميتا ديتا وتارجت اقل شيء حتى اني اشتغل مضبوط على هذا الموديل. هي بنعمل ابلاي، هيك بنسوي، هيك عملنا الداتا. خلينا نشوف الداتا، هيك بس لنا هي داتا تيبل، هاي داتا تيبل بنشوفها، هي كل الفاليوز اللي عندي من سنة 80 لسنة 2020، وهي الامبلويبيتي ريت من 50 إلى 70، من 50 إلى 70 هي القيم. تمام. طيب أول إشي بنسويه هاي الفايل اللي هو الداتا سيت as time series، as time series، هاي as time series نجيبه هون ونوصله عليها. طيب خلينا نشوف هاي الفاليو كيف شكلها. فممكن اني اشبكها الان مع ايش؟ line chart، هاي line chart بدي time series مع time series، وبين عندي هون زي ما انتم شايفين كيف هاي التغير من سنة 80 لسنة 2020. لاحظوا كيف التغير تبع الريت. هسه لسه ما عملت لا مودلز ولا فوركاست ولا عملت شيء، انا هاي الداتا از از. تمام. هسه بدخلها على موديل، دخلها على اريما موديل، اريما من تايم سيريز تو تايم سيريز. تمام. بعمل دبل كليك وعندي ثلاث متغيرات، عندي الاوتو ريجريشن، ديفرنسنج، وعندي الموفينج افريج، عشان هيك اسمه اوتو ريجريسيف انتجريتد موفينج افريج، انه هذول الثلاث فاريبلز المهمات. وعندي هون شيء مهم انه قديش انا بدي اعمل فوركاست، بدي اعمل فوركاست مثلا ل 10 سنوات قادمه، من 21 لل 31 مثلا 10 سنوات قادمه، حتى اشوفهم ممكن اني اوصلهم على ايش؟ لاين تشارت. هاي الفوركاست تو تايم سيريز، وهي تايم سيريز تو تايم سيريز، حطيته كله عشان اشوف كيف الوضع. بعمل هنا بس بدي اعمل ريفرش للديتا، ريلود هون، خلينا نتاكد بس والله تايم، مش تايم سيريز تو فوركاست، تايم سيريز تو تايم سيريز هون. تمام. وعندنا هون الفوركاست تو فوركاست. تمام. وهي عندي القيم، خلينا نعمل بس ري ابلود الفايل عشان يبين معي الفوركاست. هي الفوركاست خط متقطع، لاحظوا كيف خط متقطع، هي الخط متقطع بين معي، حتى اشوف هاي الداتا اللي هي 10 سنوات قادمه، هي يوم 10 سنوات قادمه، هي طبعا السنوات القادمه السابقه وهي القادمه. ممكن نحطهم سمبلي هون، نحطهم داتا تيبل، هي عندي 10 سنوات القادمه، راح اتوقع اول سنه اللي هي 21 راح يصير 69، هي فوركاست. ولاحظوا هون في تو فاليوز، الفاليو الاولى اللي هو اللو والهاي، يعني اعطاك انت رينج اقل شيء واعلى شيء ما بين 58 ل 80، بس اعطاك الفوركاست اللي هي 69، السنه اللي بعديها 69 و2، السنه اللي بعديها 68 و9، وهكذا وهكذا وهكذا.
هاي العشر سنوات. طبعا هذول العشر سنوات انا ممكن اني اخزن، يعني اخزنهم اذا بدي من المره. خلينا نتعرف على سيف داتا، بتعملها هاي دبل كليك وبتقول له سيف از، بيعمل لك اياه از تاب او از سي اس في فايل او اللي بدك اياه، بتخزنه حتى يتحتفظ فيه عندك. تمام، فهيك احنا عملنا الموديل وشفنا اللاين شارت وشفنا البريدكشن اللي هي الفوركاستنج المستقبلي للسلاسل الزمنيه، وسوينا مرة عنا شيء مهم جدا. ايش هو؟ اللي هو الموديل ايفالويشن. لشوف انا كيف الموديل تبعي، بدي اقول موديل ايفالويشن. هي الموديل ايفالويشن اللي هو هي موجود عندي هون بالتايم سيريز. طبعا الموديل ايفالويشن بدي اشبكه كمان مع ايش؟ طيب خليني اتاكد بس انه الموديل مع الموديل، خليني اتاكد هنا انه التايم سيريز موديل مع التايم سيريز موديل مزبوط، وهنا اللاين التايم سيريز مع التايم سيريز مزبوط. وخلينا نفتحه. فهي فتحته، بدي انا النمبر اوف فولدز بدي اياهم 10 وفوركاست 3. فهون بين معي الار ام اس اي اللي هو اهم شيء انا بالفوركاست بدي اياه. الار ام اس اي طلع 6.4، والار سكوير اذا بدي كمان اشوفه طلع بالماينس بالطريقه هاي. تمام، هون اعطى الاكتوال فيريبلز، وهون اعطى السامبلينج، اعطى السامبلينج. طيب خليني فاتح هذا، وبدي افتح كمان مره هون كمان الموديل نفسه عشان اشوف اثنين. تمام، بدي اشوف يا ترى اذا انا بغير الباراميتر مثلا 1 1 1، بكبس انتر وباجي هون بعمل ابلاي. لاحظوا تغير. اذا هذول الثلاث باراميترز مهمين جدا، مثلا بحطون اثنين ابلاي، هي تغير هون الفولز مثلا بخليهم 12، قررت تغير. فاللي بدي اقول لكم اياه انه الباراميترز تبعات الموديل مهمه جدا تفهموها عشان تشوف كيف الموديل بيشتغل وكيف انت ممكن تطبق وتجيب داتا مضبوط عليها وتشوف الموديل ايفالويشن تمام. هيك انا يعني شرحت الموضوع، لكن بدي اعطيكم اسا شيء ثاني، سامبل ثاني. ممكن هون نجي على فايل، عفوا بدي فايل، هي فايل، وبدي اجيب داتا الثاني اللي هي بدي انا اجيب شيء اسمه الداي مينيمم تمبريتشر، اقل درجه حراره يوميه اللي سجلت في سنوات. فهو مثلا بواحد واحد، لاحظ هنا في تاريخ كامل هون، لاحظ 1/1/1981 كانت 20، بال 81 بعدين 2/1 صارت 17 18 14 صار 15 الى اخره حسب الديت هاي. لاحظوا دي انا عندي صار هنا دي امير مانث دي، لاحظوا كيف. فهي الديت بدي استعملها الان، فباجي هنا بقول له اعمل لي لها ابلود لمينيمم، بدي اعملها براوزنج واسمها مينيمم دي مينيمم تمبريتشر، دي مينيمم تمبريتشر. تمام، الان فيها تو فيريبلز، الديت اللي هو لازم يكون ديت ان تايم او ديت، هاي عباره عن ميتا ديتا، والتمبريتشر نيوميريك اللي هي عباره عن التارجت تبعي، التارجت تبعي. فصار عندي ميتا ديتا والتارجت، ابلاي. تمام، الان بدي اوصلها على ايش؟ بوصلها على تايم سيريز هون وخليها بدا يشتغل. لاحظوا عملت بس 1 فايل وشبكته على كل شيء. فهنا التايم سيريز طبعا جاب لي هي الديت، هو هي اللاين شارت تبعتي، لاحظوا كيف. ولما عمل الموديل عمل كمان بدي اخليه والله 1 0 0، واشوف هنا هي اللي هون البريدكشن اللي ظهر عندي زي، خلينا نشوفها بالتايم. هي عندي 10 سنوات، ظهر عندي انه المينيمم تمبريتشر 12 12 12 11 11 11 3 الى اخره الى اخره. فقدرت يعني بكليك واحده اغير التايم داتا سيت من هذا الفايل لهذا الفايل. كانت اول شيء امبلويمنت، صار هنا صرت اتنبأ بايش؟ بالديلي مينيمم تمبريتشر. راح اخليكم هاي الداتا سيت كمان بالجيت هاب تبعتي عشان تحطوها وتنزلوها وتستخدموها، وهذا الورك فلو راح اخليكم اياه. لكن فور اي كلوز في شيء حلو كثير كمان اللي هو سبايرن. ممكن نجيب سبايرال واشوف الداتا من تايم سيريز، بما ان عندي صار سنه وشهر وداي بقدر اجيب سبايرال. فهي سبايرال، لاحظوا هي الير مع المانث الراديال، فهي بينت معي كل درجات الحراره، او يير مع مثلا داي
أو مثلا month مثلا مع day أو month مع year بالطريقة هاي حتى تشوفوا أنتوا السبايرال كيف تغير درجة الحرارة أكروس من شهر لسنة، من سنة لشهر إلى آخره، أو من year لير قديش الموضوع هذا. فزي ما أنتوا شايفين الموضوع سهل جدا، هي you plug and play هاي الكومبوننتس، طلعنا complete time series. وهيك بنكون خلصنا الدرس هذا، لكن الدرس القادم ان شاء الله راح يكون كمان مشوق جدا بالسلاسل الزمنيه مع متغيرات ومع التنبؤ بقيم الاسهم. فبلقاكم ان شاء الله في الدرس القادم. درس كان هذا كثير مهم للناس المهتمين، وناس كثير سال لي على تايم سيريز، فاتمنى اني اكون وفقت اني قدمت لهم المعلومات المناسبه حتى يشتغلوا ويطلعوا فوركاستنج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.